اعود مباشره من جديد لمقر النادي الاهلي بالجزيره مع كريم احمد وفاروق صلاح. اتفضل يا كريم. اتفضل يا فاروق. بجدد التحيه ليك يا محمد طبعا من جديد ولكل مشاهدينا ايضا كمان والزميل العزيز فاروق صلاح. يعني بالتاكيد الكل النهارده منتظر ومتاهب في مقر النادي الاهلي بالجزيره عن الاعلان الرسمي بشكل كبير طبعا مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي بقياده مستر مارسيل كولر اللي بنتمنى له كل التوفيق الحقيقه. مجهود كبير الحقيقه من مجلس الاداره وكان في تكتم بشكل كبير جدا وحرص كبير جدا ان الاعلان يكون في موعده، وشفنا الحقيقه كمان لمسات بسيطه في التدريب الاول وفي الظهور الاول يا فاروق. يمكن كمان لمارسيل كولر عنده الكاريزما وعنده الروح وعنده الشخصيه اللي باذن الله ان شاء الله تكون قد طموحات جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله والكل يا محمد النهارده وكل يا فاروق كمان منتظر المؤتمر النهارده في ميعاده باذن الله. بالظبط يا كريم. خليني في البدايه ارحب بك يا محمد وبرحب بالزميل العزيز كريم احمد وبكل مشاهدينا مشاهده متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كريم، التقليد دايما متبع داخل جدران النادي الاهلي، مؤتمر تقديم المدير الفني. النهارده النادي الاهلي بعد اعلان التعاقد رسميا مع المستر مارسيل كولر وايضا هيرالد جامبريلي مدرب العام واندرياس اندويا مخطط الاحمال وياسين المكاري، طبعا بالاضافه لوجود الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ وعوده ميشيل يانكون. محمد، طبعا امور كتير جدا، انت عارف النادي الاهلي دايما بيتميز ب يعني ازاي يقدم المدير الفني. انت عارف ان في امور او يعني رولز جوه النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي بيتسم بهذا الامر. شايفين توافد الزملاء الاعلاميين، ايضا وجود بعض المسؤولين من النادي الاهلي والناحيه التنظيميه. النهارده مشهد دايما يا كريم بيليق بالنادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يا فاروق، يعني الكل النهارده متاهب ومنتظر، لان الحقيقه يعني انت عارف يا محمد يعني الفتره اللي فاتت الكل اجتهد والكل اتكلم يا فاروق عن اسماء المديرين الفنيين، الكل اعلن بعض الاسماء، لكن التكتم الشديد والحرص الكبير جدا الحقيقه من الكابتن محمود الخطيب اللي تعامل مع ملف المدير الفني بكل حنك الحقيقه وباحترافيه كبيره جدا مع مجلس اداره النادي الاهلي. عشان كده النهارده هنشوف كالعاده مؤتمر يليق باسم النادي الاهلي، يليق ايضا كمان بمستر الكور اللي كل عنده طموحات كبيره جدا. جمهور النادي الاهلي عنده طموح كبير جدا ان الراجل ده نوصل معاه للعالميه. النادي الاهلي وصل للعالميه بالتاكيد، لكن احنا عايزين الموسم القادم باذن الله مع الجهاز الفني وحاله الاستقرار يا فاروق اللي ان شاء الله باذن الله بنراهن عليها مع الجهاز الفني تستمر وتكون انطلاقتنا ان شاء الله من معسكر اللي باذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الاهلي ومنها ان شاء الله تكون انطلاقه في البطوله الافريقيه. باكد على كلامك زميل العزيز كريم احمد، طموح النادي الاهلي، وانت اثرت نقطه في غايه الاهميه ان المدرب يكون عارف طموح النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي. ده اللي لمسناه بالامس يا كريم وشفناه محمد في جلسه الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني. في البدايه الكابتن الخطيب اجتمع مع المدير الفني طبعا بصحبه الاستاذ هشام اسماعيل القائم باعمال الترجمه. طبعا يا محمد زي ما وضحنا ان هو هيكون المدرب بيتكلم باللغه الالمانيه، وايضا خلال التدريب اللي انت شفته كريم وشفناه على مدار اليومين حاله الحماس والشغف اللي عند المدير الفني، هو عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا، يعني احنا اكيد بنتمنى له كل التوفيق يا محمد طبعا، وكلنا منتظرين الاعلان والحديث وهنشوف الراجل كلماته واسلوبه وفكره وطموحاته قد ايه مع النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي فاروق كلنا منتظرين ان شاء الله الانطلاقه، ويا رب ان شاء الله يكون انطلاقه جيده، انطلاقه خير يستعيد النادي الاهلي فيها من جديد البطولات واسعاد كل جمهور النادي الاهلي. طيب كريم، فاروق احنا موجودين معاك يا محمد طبعا لو في اي استفسار او اي تساؤل. ابرز الحاضرين النهارده في المؤتمر الصحفي، لجنه التخطيط هتكون موجوده مع مارسيل كولر، كابتن حسام غالي. يعني ادونا كده الكواليس قبل الناس ما تشوف صوره حيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. اتفضل فاروق. اكيد يا محمد انت عارف ان بالامس زي ما وضحنا ان كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب واعضاء لجنه الكره بالنادي الاهلي مع المستر مارسيل كولر وجهازه الكامل يعني بالكامل. طبعا كان وجود المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن امير توفيق مدير لجنه التعاقدات بالنادي الاهلي، بالاضافه طبعا يا كريم لوجود الكابتن محسن صالح الكابتن زكريا ناصف. دول تعتبر يا امير انت محمد دول ابرز الحضور اللي هيكونوا موجودين طبعا في النهارده في المؤتمر الصحفي. انت عارف يا محمد ان دايما كتير امور كتير جدا كريم ان النادي الاهلي في يعني تقدر تقول في رولز او في امور بتسير ب يعني عدم وجود طبعا مجلس الاداره بالكامل، بيبقى موجود المسؤول اللي قام بالملف. ده اللي لمسناه خلال الفتره الماضيه كريم من المسؤولين في النادي الاهلي، ازاي اقدم المدير الفني او اقدم اللاعب. بالتاكيد. طيب. يمكن زي ما فاروق قال محمد طبعا منتظرين الحضور، منتظرين كل الشخصيات المتواجده، ويا رب ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جيده زي ما باكد لك وتكون خير وسعاده على كل جمهور النادي الاهلي. محمد كريم، عايز اعرف انطباع ميشيل يانكون مدرب الحراس على عودته من جديد لتدريب حراس المرمى، عايز اعرف انطباعه. يمكن امبارح الناس كلها شافت بعض اللقطات ليه، راجل مبتسم سعيد جدا بالعوده وكانه كان متواجد ومتربي داخل النادي الاهلي منذ الصغر.
هي حاله فريده من نوعها الحقيقه يا محمد، يعني ميشيل يانكون يا فاروق حاله فريده من نوعها ومش هنشوفها كتير داخل النادي الاهلي، ان هو عنده الحب والانتماء والتعطش الكبير جدا. يمكن شفناه فاروق امبارح في التدريب، كل اعضاء النادي الاهلي بتتصور مع كوره، لكن كل بيروح لميشيل والكل بيهنيه، الكل بيهنيه على عودته، لان هو الحقيقه البصمه اللي احنا شايفينها في حراسه المرمى بالكامل، شوبير، علي لطفي، حمزه الشناوي، هي بصمه ميشيل يانكون. مجهوده الكبير الحقيقه الفتره اللي فاتت باين بشكل كبير جدا لما شفنا في المباراه الاخيره فاروق، فيمكن الترحاب كان كبير جدا. الراجل كمان عنده رهب، يعني عنده روح كبيره جدا ان هو يرجع يشوف الجمهور النادي الاهلي يشوف اكتر من كده على قد المستوى الكبير اللي قدمه الفتره اللي فاتت، لكن الراجل عنده طموح كبير، راجل سعيد جدا وبانت السعاده دي معاه في التدريبات. لكن بنامل ان شاء الله باذن الله يكون في انسجام مع التيم ورك كله يا فاروق، كل التيم ورك يكون منسجم بشكل كبير، الكل يخدم على بعضه، لان الهدف والنجم هو النادي الاهلي. محتاجين كمان ان احنا نشوف كولر ارض الملعب، شخصيته كويسه جدا، عنده كاريزما، لكن عايزين نشوف ارض الملعب التعامل مع اللعيبه فاروق هيبقى عامل ازاي، التكتيك، الامور، الخطط التدريبيه. فان شاء الله في خلال الايام القادمه مع التدريبات من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي، نشوف كل الامور الخاصه بالجهاز الفني بقياده مارسيل كولر، يا رب ان شاء الله يكون موفق مع فريق النادي الاهلي هذا الموسم فاروق باذن الله. زملائي العزيز بالتاكيد كريم احمد وفاروق صلاح، بشكركم شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والتغطيه بالتاكيد من مقر النادي الاهلي بالجزيره قبل انطلاق وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني السويسري مارسيل كولر مديرا فنيا للنادي الاهلي.